الزوجة فاس وتزوج تما فاس وراجلي كان خدام في واحد الجامع وطاحت عليه صرفت عليه ذاك الجامع من بعد خويا ما خديت لا تعويض لا حتى شي حاجة حتى واحد ما عقل عليا صافي انا كنجي لهنايا كنخدم انا في الرجالة كنخدم في الموقع انا والوالدة ديالي طاحت عليه الجامع خويا ما خديت حتى شي حاجة الام ديالو نهار لي طاحت عليه الجامع خدات لي الحالة المدنية وخدت لي الكاغي الزواج ولاكارت ديال السيد ديالي صافي ملكت باش ندافع على راسي كانت عمري 19 عام فاش مات راجلو خلى لي الولد هو كنت سميتو رشيد المهداوي صافي كانت عندي 19 عام داك الساعة فاش مات جلست الأرض تلفات بيا الوقت بين ما بغيت نطلب حقي ما كاينش اللي كيرحمني مشيت للكوميسارية قالك جيبي الوثائق داتهم الأم ديالو خلاتني بدوني باش ندافع على راسي ما لقيتش باش انا كنخدم غير في الموقف ما قارياش ما عارفاش فين غنجي هما تصدق الله جرى انا باقا صغيره كانت عندي 19 عام ما عارفه لا فين نجي لا فين ما خديت حتى شي حاجه ما خديت ولو حتى شي حاجه كاع انا عطاو الناس قالوا لي راه زيدنا الله ينصرو عطات تعازيل الام ديالو الاب ديالو انا ما وصلني حتى حاجه مشيت للكوميساريه ديال باب الصفر اللي كانت تواجد في ديك المنطقه اللي طاحت فيها داك الجامع فاش مجيت تما قالك انت ما عندناش حق اصلا باش نديرو معاك المحضر علاش انا ما عنديش حق انا راه بصفتي الزوجه ديالو وخلى لي ولد راه انا الاولويه في هادشي كامل انا وولدو علاش انا ما عنديش حق انا باش نجري على اوراقي فاش صونيت على السيده هي الام ديال راجلي ادريس المهداوي قالت لي سيري نوضي راجلك من القبر يقول لك فين حط الحاله المدنيه وفين دار الكاغي الزواج ديالك انت هي وفين دار لاكارت ديالو هادشي اللي كاين انا بغيت من هادشي كامل بغيت سيدنا يدخل في هادشي ديالي والمسؤولين نهار اللي تزوجت مع هذا الراجل هذا كان كيخدم عليها وكنهزها ما كانش تتخسى حتى حاجه ولكن النهار اللي وقع هذاك الانهيار ديال داك المسجد مات لها الراجل خلاها عند هاد الدري عنده 6 شهور هاد الدري هذا بقات كتعاني حيدو لها هذوك الباب ديال الراجل ديالها حيدو لها الواق ديال الدري دار الدري بوحدو ما كيسول فيه ما عارفو حتى حي حتى واش حي هاد الدري هذا ضربو المرض ديال الروماتيزم مؤخرا هادي دابا شي 3 سنين ولا هكا هي تتعاني معاه والا ما دارت ليهش دابا الدواء راه ما يوقفش على رجليه راه تيولي معوق تتجر تتهزو وتيطيح تتشوفو من فوق هاكا راه الدواء اللي نفخو هاد البنت هادي تتعاني ومها تخلى عليها الراجل حتى هي ومريضه بالاعصاب عندها في القلب وهاد البنت هي اللي هزاهم هزا ولدها وهزا امها وتتعاني من هادشي ديال الموقف الموقف مره نخدمو مره ما كنخدموش الاكثر يا غير المنطق هادشي ديال الفلاحه دابا غنحيدوها وغنبقاو ربي خلقتنا ما عندنا فيه غرض الراس هاد البنت هادي ها الكرا والماء والضو والمصروف والدواء ديال ولدها وديال امها وتا هي تتعاني من الاعصاب ولكن هي ما كتقولش في راسها دابا اخويا انا كنطلب من سيدنا الا شاف هاد البنت هذا الا بانت ليه ومنكم الله يرحم ليكم الوالدين هاد الدري هذا راه مسكين تيمشي غير بالدواء وراه بقى فينا ولكن حالتنا لا اله الا الله وهادي راه بنتي من نهار اللي مات فيها الراجل ديالها وحنا كنعانيو كنت كنخدم عليها وكان نجري وكان نعاني باش نعاونها حتى صافي طاحت الصحه ديالي دابا بقات حاصله فيا لا انا لا ولدها دابا ها الولد نيت ديال داك السيد الله يواليه برحمته الله حبابو ما كيسولوش فيه ما كي يحسبوش كاع واش كاين في الدنيا دابا كنطلبو منكم ومن سيدنا يشوف من حاله هذا الولد حاله هذه البنت هذه راضيه عاد حياتها ما حيرتها لولدها راه مريض ما حيرتها ليا انا كنت مجوجة انا باهم دابا مشات واحد المراه اخرى وخلانا كاملين هي كتخدم على ولدها وكتخدم عليا ما حيرتها لولدها ما حيرتها ليا دابا كنطلب منكم واللي كيشوفوا هاد الحاله اللي رحنا فيها يديروا شي حل يعطيو حق لهذا الولد هذا وحق بنتي راه ضايعه نيت وضايعين من كل اي حاجه ضايعين منها سيدي انت كتشوف الحاله ديالنا
غير البصله الموخ كنوضو، واخا ما قادينش نوضو كنوض معاها، مره نخدمو مره نرجعو، اغلبيه المني. دابا كنطلبو منكم ديروا لينا شي حل لهذا الحاله، لهذا الولد هذا امه. هي السيده اللي كنعرفها جاتنا خدامه كتخدم عندنا، ما كتخدم مع الوليد اللي عندها، كتسمح لنا عليه كتطلب عليه تمره ومر ليها ومرقد مسكينه باش تشوف باش تداوي والو، ما قالت لها دواء لا والو، وان الناس اللي كيعاونوها مسكينه وصافي.